أنا أمر به اليوم هو أعمق من كون خلافات سياسية. ما نمر به اليوم هو انقلاب، وموجود هناك انقلابيون يسيطرون بقوة الشارع والسلاح والانفلات، قوة ترهيب ترهب الدولة ترهب كل شيء. يعني لماذا لا تخرج الشرطة لإخراجهم؟ لأن سوف يكون هنالك سلاح وراءهم، مسلحين وبقات واغتيالات وقتل. يعني هذه مشكلة، هنالك انقلاب رسمي على كل مؤسسات الدولة في كل دولة في العالم. أنا الآن في السويد، وفي أي دولة هنالك مشاكل سياسية يتم علاجها من خلال أطر وآليات. ما ممكن للدولة، يا أخي حتى العشيرة إلها سنين أو إنهم سنين بالعشائر، ما ممكن للدولة أن تدار بقزبوصة. يعني ما ممكن للدولة والله استقيلوا 73 نائب، يعني 73 نائب إيش قد إذا على كل نائب 100,000 أو إيش قد انتخبوهم، يعني إيش قد المفروض التقديرات، هذول كلهم بقصبوصة واحدة انتهت كل شيء يعني واستقالوا، ويريد بنفس الوقت هاي تكون ديمقراطية وحريتهم، ويأتي بعد فترة يقول لا رجعوهم. يعني الطامة الكبرى الآن يطالبون بإعادتهم. إحنا نلعب ويا جهال أطفال، يعني المشكلة بطلت أنا رجع دعابني رجع الطابة مالتي. ما يصير يا أخي، هذا الكلام ما يقبل في أي مجال، لا عشائريين والله العظيم مو دولة. لو علوة ما لمخبر هم واحد من تاجر يقول بعت أو من يقول اشتريت، ما يقدر يرجع بأسلوب طفولي مثل ما دا يحدث للعراق. العراق الآن يمر بمهزلة، فحكت العالم علينا عيب يا بعيب، مو هالشكل. انت استقاليت وخلت نوابك عاشت ايدهم وأوكي وأكو التزام، زين ترجع تبطل لا أريد، وإذا ما بطل خرب الملعب. يعني لو ألعب لو خرب الملعب لو ما يصير. يعني أنا والله حقيقة يعني هذا يجب كل عقدة سياسية بالتأكيد احنا تكلمنا على كثير من العقد السياسية وصار على، وبالتالي هذه العقد السياسية